مساء الخير عليكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده في مطبخنا، مطبخ ام انا هدخل النهارده اعمل تورته البسكوت بكريمه الشوكولاته. عاده التورته دي مش بتاخد مكونات كتيره، يعني حاجاتها ممكن تكون متوفره، او لو هنشتري بعض حاجات مش هتكون حاجات مبالغ فيها قوي في المشتريات او في الاسعار. فانا هدخل معاكم المطبخ دلوقتي نعمل تورته البسكوت بكريمه الشوكولاته بمنتهى السهولة وفي وقت قياسي، ونقدر ناخدها معانا واحنا رايحين الزيارة بتاعتنا للنهاردة. يلا بينا مع بعض ندخل مطبخنا ونعمل تورتة البسكوت بالكريمة الشوكولاتة. بس قبل ما امشي ما تنسينيش بالشير وبالسبسكرايب وباللايك، ويلا بينا ندخل مطبخنا للنهاردة ونعمل تورتة البسكوت بالشوكولاتة. مطبخنا مطبخ قامة. احنا وصفتنا النهارده هتبتدي من هنا، وده اهم جزء في الوصفه. بجيب اي حله متوسطه كده زي ما انتم شايفين، بفتح النار بتاعتي وبحط 3 كوبايات من اللبن. انا بستخدم الكوب المعياري زي ما حضراتكم شايفين، 3 كوبايات بالكوب المعياري، دول 3 كوبايات من اللبن هحطهم حالا في الحله دي. انا هحط عليه حوالي 4 معالق كبار من السكر. الجماعة اللي بيحبوا الحاجات حلوة قوي طبعا تقدروا تزودوا زي ما انتوا عايزين، لكن انا في حالتي هحط بس 4 معالق من السكر وهقلبهم كده في اللبن بتاعي لغاية ما يبتدي كل السكر اللي عندي يدوب في المية في اللبن. انا بنفس الكوب المعياري اللي عندي ده انا حطيت شوية من المية، مية عادية جدا. في عندي طبق فيه معلقتين من النشا، عندي معلقة من الدقيق، هدوب الحاجات بتاعتي اهي دابت كلها، كل المكونات، معلقتين النشا، معلقة الدقيق. زي ما قلت قبل كده في بعض الوصفات اللي احنا بنعملها، لو النشا اللي عند حضرتك مش بيربط قوي فحضرتك تقدري تزودي شوية من النشا. انا بحطه من دلوقتي ليه؟ علشان زي ما قلت لحضرتك الدقيق بيحتاج وقت اطول علشان يستوي، يعني بياخد على النار فترة اطول من النشا. حطيت زي ما انتم شايفين اهو النشا بتاعي والدقيق بتاعي، هاجي حالا وهضيف عليهم الكاكاو. الكاكاو بودرة كاكاو عادية، أي بودرة كاكاو موجودة عند حضرتك في البيت. أنا هضيف من بودرة الكاكاو بتاعتي دي 3 معالق كبار، يعني زي ما انتم شايفين يا جماعة معلقة الشوربة 3 معالق كبار. اللبن بتاعي لسه أهو زي ما انتم شايفين، يعني لسه بارد، مش سخن خالص. وهبتدي حالا أدوب كل الحاجات دي مع بعضها. انا كده الخليط بتاعي تحت ايدي ابتديت احس اهو ان هو كريمي، يعني وانتي بتقلبيه حضرتك بتحسي ان هو كريمي اهو، ابتدى يدخل في الشكل الكريمي ده. بوطي البوتاجاز بتاعي، يعني يا جماعه ما بسيبش النار عاليه خلاص عليه، انا ببتدي كده اشوف ان هو شكله بقى كريمي اهو. هبتدي حالا احط الاضافات اللي موجوده عندي، وهي اضافات بسيطه مش كتيره ابدا. انا هحط على الكريمه بتاعتي دي 1/4 معلقة من الفانيليا، لو حضرتك عندك أكياس فانيليا فتقدري حضرتك تضيفي كيس من الفانيليا. لو عند حضرتك أي شوكولاتة في البيت تقدري تضيفيها، أنا عندي هنا تشوكليت شيبس فهحطهم على الخلطة بتاعتي، بتديها سماكة أكتر، بتديها طعم الشوكولاتة أكتر من العادي. تقدري حضرتك تستخدمي أي نوع شوكولاتة موجود عندك في البيت وما ترتبطيش خالص باللي أنا عاملاه ده إطلاقا. يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا بضيفها على الخلطة دي دلوقتي بحط عليها معلقة كبيرة من الزبدة، أي نوع زبدة موجود عند حضرتك في البيت. طب ما عنديش زبدة، حضرتك انسي تماما وكملي الوصفة بتاعتك عادي جدا. زي ما انتم شايفين اهو الشكل ابتدى يبان قدامنا، لون الشوكولاته. الجماعه اللي عندهم لبن يعني حليب فريش، تقدري حضرتك بعد ما تخلصي كل الكريمه دي وتطفي عليها تماما تضيفي عليها معلقه او معلقتين من قشطه اللبن اللي موجود عندك في البيت. انا اهو خلاص شكل الوصفه يعني خلصت، الشكل اهو بقى كريمي. مستنيه بس الشوكولاته بتاعتي دي تسيح اهي، وهبتدي اخدها وهنبتدي حالا نعمل في الوصفه بتاعتنا. الحقيقه ان ده اكتر مكون في الوصفه بياخد وقت، بعد كده باقي الوصفه سهله جدا ومش بتاخد وقت ولا مجهود كبير.
انا يا جماعه بصراحه علشان الشوكولاته بتاعتي يبقى طعمها قوي جدا بحط عليها 3/4 معلقه من النسكافيه. النسكافيه بيدي طعم، يعني بيخلي طعم الشوكولاته غني جدا، مش بيبقى خالص طعمه باين في الوصفه. بالعكس، النسكافيه بيزود من طعم الشوكولاته، بيخليها شوية يعني very very rich بصراحة النسكافيه. خلاص في الآخر أهو ضفت 3/4 معلقة النسكافيه زي ما أنتم شايفين دابت أهي. أنا التشوكليت شيبس والنسكافيه زي ما قلت لكم مش بضيفهم من البداية خالص، أنا في وأنا بخلص الوصفة بضيفهم. ده زي ما أنتم شايفين قصادكم، ده شكل الكريمة بتاعتي، تقدروا حتى تشوفوا شكل لونها، ريحتها طبعا ما اقدرش اقول لكم قد ايه ريحتها حلوه جدا. انا هاخد الخليط بتاعي ده وهروح حالا على الكاونتر علشان نبتدي نعمل في التورته بتاعتنا للنهارده. اول حاجه انا ببتدي بيها، باجي حالا هنا بحط في القعده بتاعت الصينيه بتاعتي دي جزء من الكريمه، عشان ده اللي هيثبت البسكوت اللي انا هستخدمه للنهارده. انا باجي هنا حالا وباخد مش كتير قوي، بس كده كام معلقه، معلقتين تقريبا مش اكتر من معلقتين، وهبتدي اوزعهم كده تحت علشان دي الحدود اللي انا هعمل فيها الوصفه بتاعتي. هاجي حالا وهبتدي اوقف البسكوت بتاعي ده كده في الجنب كده. ده شكل الصينيه اهي بعد ما اتحط فيها الطبقه الاولانيه من الكريمه، ده منظرها قدامكم، اتغطت كل الجوانب، كل الحوافي بتاعت الوصفه. وهبتدي حالا اعمل نفس الحاجه تحت. زي ما قلت لكم البسكوت اللي طلع معانا المتكسر ده انا مش هعمل فيه اي حاجة، انا هسيبه معايا علشان حملة بيه بعض الفراغات اللي هتكون موجودة بين البسكوت وبعدي. بنكمل برضو نفس الحاجة، هنعمل نفس الحاجة، بنكمل بنفس الشكل ده. آخر طبقة من البسكوت. الحقيقة يا جماعة الميزة في الوصفة اللي أنا بعملها دي، إن مثلا جالي حاجة مفاجأة فأنا مضطرة إن أنا أعمل حاجة أخدها معايا فجأة، فما بتاخدش وقت طويل، بتبرد بسرعة في التلاجة، والنتيجة بصراحة هايلة جدا، يعني النتيجة مضمونة 1000000%. فأنا كده أهو كده خلاص، ده آخر طبقة أنا بس بعملها زي ما انتوا شايفين. حقيقة إن الكريمة كمان ريحتها وسمكها أكتر من هايل بصراحة. أهي قدامكو بغطي آخر حاجة، آخر طبقة. كده انا وصفتي خلصت، انا هدخلها الثلاجه لمده 3/4 ساعه او ساعه، وبعدين بطلعها من الثلاجه واوري حضرتك الجزء المتبقي هنعمله ازاي. انا في حالتي انا عندي شويه من الشوكولاته موجودين عندي في البيت، حقيقه ما نزلتش اشتري اي حاجه، دي شوكولاته كده بالكراميل، وعندي شويه باقيين من البسكوت اللي اتبقى عندي. فزي ما قلت لك قبل كده، انا بصراحه يا جماعة مش بحب أهدر أي حاجة موجودة عندي جوه البيت، أنا باخد الحاجتين دول وهبتدي حالا أكسرهم وأحطهم في طبق علشان أجمل بيهم الوصفة بتاعتنا للنهاردة. أنا باخد معلقة من الكاكاو الخام، معلقة واحدة من الكاكاو الخام، برشها على وش الكريمة بتاعتي دي،
يعني بحاول على قد ما اقدر يعني اجملها بشكل معين. ما فيش طبعا يا جماعة في ده يعني قلق خالص، احنا بنبتدي نعمل كده زي خط كده في النص، وهنقسمها كده لأربعة. يعني هناخد مثلا نعمل خط كده بالشوكولاتة اهي، خط تاني قصاده. يعني قصدي ان التجميل مش يعني النتيجة هتبان هايلة، مش ممكن حد ابدا هيتصور ان حضرتك اللي عاملاها في البيت، لكن قصدي ما تقلقيش وانت بتشتغلي، يعني مهيش حاجة very professional خالص. يعني انا زي ما انت شايفاني اهو بحاول حتى ان انا اعدل الشكل بايدي. وهاجي دلوقتي حالا نعمل نغطي الاربع مربعات اللي موجودين عندنا دول. هنعمل مربع منهم كده بالبسكوت، هنعمل مربع تاني كده بالشوكولاتة. زي ما قلت نقدر نبشر شوكولاتة ونرشها على وش الوصفة بتاعتنا دي، مش هتبان خالص. احنا خلاص زي ما انتو شايفين حطيناها في التلاجة يعني لفترة، المفروض انها يعني جمدت شوية، انا ما بقولش انها جمدت قوي، جمدت شوية. طبعا يا جماعة لو في وقت اطول فبتبقى النتيجة افضل. انا مشكلتي ان الحاجة اللي انا رحلها دي جت فجأة، يعني ما كنتش عاملة حسابي. لو عندك اي نوع شوكولاتة، اي نوع شوكولاتة موجودة عندك في البيت، تقدري حضرتك تجملي الوصفة دي بالشكل ده، بتدي شكل حلو. وفي الحقيقة أنا بعمل شوية تغييرات في وصفاتي دايما، وأنا ببقى رايحة عند حد أو بهدي حد أي هدية، فباجي هنا بأي شريط موجود عندك في البيت. لو موجود في البيت أوكي، أنا عادة بيكون موجود عندي شوية من الشرايط دول، بستخدمهم زي ما عملنا قبل كده في وصفات المربى لما بعتناها هدايا لبعض الأصدقاء، فباجي هنا وبعمل كده بالشريطة بتاعتي، بتدي شكل حلو. والحقيقة ان المنظر اللي قدامنا ده مش ممكن ابدا اي حد يقول انها حاجة جاية يعني عاملينها في البيت، كل اللي بيشوفها بيكون متصور ان احنا شارينها من بره. ده شكلها اهو قدامكو، ده منظرها، وده الشكل اللي احنا هناخدها بيه ونقدمها للناس اللي احنا رايحين عندهم. انا بس الزيادة الوحيدة ان انا بغطي ده بشوية من الورق الترانسبيرنت اللي هو الغطا الترانسبيرنت، وباخدها وبروح بيها. مش ممكن ابدا المنظر النهائي حد يصدق ان دي حاجه معموله جوه بيتك بامكانيات سهله جدا، ومش صعب خالص انها تتنفذ جوه البيت. اتمنى ان تكون الوصفه سهله، اتمنى ان يكون الشكل النهائي اللي انا وصلت له ده يكون عاجبكم، وهنشوف شكلها بعد ما اقفلها بشويه تغييرات شكلها هيكون ايه قبل ما ناخدها للزياره اللي احنا رايحين لها النهارده. ده الشكل قصادكم اهو، ده المنظر النهائي. دي وصفتي للنهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون سهله، اتمنى انها تعجبكم، اتمنى ان انتوا تجربوا وتبعتوا تقولوا لي رايكم فيها ايه. وزي ما بطلب منكم باستمرار، ما تنسونيش بالشير وبالسبسكرايب وباللايك، واستنوني استنوني في أكلة جديدة، في وصفة جديدة، في مطبخنا مطبخ ياما.